اليوم كنكونوا في الحدث اللي هو تنظيم لا جورني ديال اوبتيك دايز. هذا اليوم خاص بالخريجين ديال البصريات يعني لي فيتور اوبتيسيان. دونك اللي كندير لهم واحد التاطير فيما يخص ادماج في سوق الشغل وتكوين يعني المقاولات ديالهم في المستقبل، واللي هو هذا البرنامج داخل في البرامج ديال الجمعيه ديالنا اللي كتهمها هاد التكوينات في هذا الشكل. ولو تيم ديال هاد لا جورني هو بور اون اوبتيك انوفونت، لان بغينا نديروا واحد لينوفاسيون في لو موند لوبتيك، وبغينا نوصلوا لهاد لي جون هادو كي دوفغي انوفي، خصهم انوفيو باش يوصلوا باش ينجحوا في ميدان الشغل. هذا هو الهدف ديالنا، وكنشكروا جميع الناس اللي حضروا في هذا المحفل هذا، وكنشكروا لي بارتنير ديالنا في هذا المحفل اللي هما لا شومبر دو كوميرس اندستري يعني غرفه الصناعه والتجاره والخدمات بيسوس مسا، وكنشكروا شركه اندو اللي هو الراعي الرسمي ديال هذا لا جورني هذه. ونتمنوا ان شاء الله في ليديسيون الجايه تكون احسن من هذه ليديسيون، وشكرا للجميع. اليوم جيت شاركت في اوبتيك دايز دوزيام ايديسيون اللي شاركوا فيه مجموعه من الاطر في الباراميديكال دي زوبتيسيان اوبتوميتريست اللي شاركوا معنا لي زيكسبيريونس ديالهم، اللي استفدنا منهم بليزيور شوز، بحال الا بغينا نفتحوا ماغازان ديالنا شنو خصنا، شنو هما لي زيتود اللي خصنا نديرو، بليزيور شوز اللي هما غيعاونونا في المستقبل ديالنا وفي الكرياسيون ديال لونتربريز اللي هي ديال لوبتيك، لونتربريز ديال لوبتيك. الوغ كذلك شاركوا معنا لي فورنيسور ديال الزاج اللي حضر معنا اندو، شاركت معنا ليكسبيريونس ديالها كيفاش ديفلوبات، كيفاش خلات ذاك الاسم ديال اندو انه يتعرف في العالم كامل. واستفدنا المهم الحمد لله استفدنا بزاف د الحوايج، وكذلك استفدنا من لي زيكسبيريونس ديال لي زوبتيسيان بيسكو عطيناهم الميكرو باش يهضروا على لي زيكسبيريونس ديالهم بوغ لانسبيراسيون لينا حنايا. باب فوالا استفدت الحمد لله، وكنشكركم بزاف. اسمي وباسم شركه اندو ماروك كنشكروا الجمعيه المغربيه للنظاراتيين على هاد لوبتيك دايز، هاد الايام اللي لوبتيك الجمعيه المغربيه للنظاراتيين كتسخرها باش تاثر لي لوغيا لي نوفو لوغيا لي زيكول ديال لا ريجيون سوس ولا ريجيون اكادير. اندو كتبقى شريك ديال الجمعيه المغربيه للنظاراتيين، وكتبقى مأطرة جميع لي لوغيا وجميع الخريجين ديال جميع المدارس ديال لوبتيك، وتدعمهم حتى ينطلقوا في المشاريع ديالهم كاملة. الجمعية اندو كتجدد الشكر ديال الجمعية المغربية للنظاراتيين، وشكرا. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.